الله. بقول لك يا علي، والبلح بايه ام مسلم بديك؟ ولا البلح ب 20؟ الاصفر ما مش جاي بصفر؟ ده بصفر ب 12 جنيه من هنا. ده ب 20؟ بصي احط ده هنا تحت الكوسه يا عم، خليها على مفضاش. ايه دي؟ اسمع يطلع ربنا، بس ما عليك لك تفلس في الحديده تتعوض. اللي امسك بقى في البتاع ده الحديده ده، هتروح مع سيدة تريح يجي يشطه. والبيض مربع نص كيلو ونص بقى. الخيار المقلي طمنك تقلي لك واحدة. انا اعمل لك سلطه يا اشرف. امك تعمل سلطه فوق عندك ده حته جو على قد. وتبلها لي يا ام من جوه. ميات خاي وزين النبي بايين. ايدك فلتت يما مره. هاتي ليمون. ليمون لا 10 يا مصري. والله العظيم جايبينه ب 9 جنيه. عايز 12 جنيه. خد دي. ما تاكلش اللي على الارض، الحاجه اللي تقع منك في الارض ما تاكلهاش. الباذنجان بتقول لك كده. يما في النص. هتحط دي يا ام اسلام ولا ايه؟ ادي العدايه دي اشوف لها حته بقى احطها فين. هي حطها سليمه. حطها سليمه عشان ما ينفشوش. انا مش عايزاهم ينفشوا في القناه. هاتي يا ام عدايه مش جديده. احنا خدنا جواب امبارح حسيت يسرق. اجري يا اسري هاتي عدايه فاضيه يا ام دي. يما لا في طماطم فوق عندنا مش عارفه. مش عارف ما خدت من المرات طلب الاسبوع اللي فات. خد يما. العنب بكام يا مرات خال؟ مش عايزه عنب يا حاجه؟ اه طب يا حاجه مش عارفه مين اللي كانت عايزه الطماطم الخضر دي. مش عامله؟ ايه؟ مش عامله؟ انا جايبها. عندنا ايه؟ شطه خضراء. اه وعندنا فلفل. ما عندناش شطه كتير يعني. هاتي نص كام؟ لا عندنا فلفل. وعندنا شطه عشان لسه فيها. وانت كل ما تقلبي كل ما تلاقي. انا ما بحبش اقلبها بضوء ابدا. الحبايه الوحشه والحبايه البايظه. بس عادي اللي جوزي بقى ملوش. انا هات لي بقى الشطه انا هاخد شويه منيها و هاتها لي جنب العربيه. يلا تعالي يلا كده.